الإمارات أولاً وليس ميليشياتها، فهي مشكلة ما يحدث لليمن حالياً، والوقوف أمام انحراف دورها مدخل لحل الأزمة في مناطق الجنوب. تأكيد رسمي من الحكومة التي تشترط الحوار مع أبو ظبي كونها المنفذة لانقلاب عدن والمتهمة بقصف قوات الجيش. فاليمن بحسب تصريحات نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي لوكالة سبوتنيك لن تنخرط في أي حوار لا يعالج مسبقاً انحراف دور أبو ظبي الذي خرج عن مسار التحالف، فعودة الحكومة لعدن وإعادة بوصلة التحالف كله للاتجاه الصحيح شرط حكومي لا تراجع عنه. ولم تظهر حتى الآن أي بوادر استجابة من أبو ظبي بالجلوس مع الحكومة التي تبدو مصرة على عدم الالتقاء مع ما اسماه الحضرمي بالقشور ويقصد به ميليشيا الانتقال، مؤكداً على أنه لا حوار في الوقت الراهن بأي شكل من الأشكال مع المجلس الانتقالي، بل إن الحكومة لديها اشتراطات لمستقبل المجلس الانتقالي. فالأخير مطلوب منه كما هو حديث الحضرمي للوكالة الروسية التحول إلى حزب سياسي يضع كل تطلعاته في إطار اليمن الاتحادي بما فيها حتى خيار الانفصال. وبالنسبة للحكومة فإن زمن الاستقواء بالسلاح وإخراج المظاهرات لشرعنة الانقلابات قد ولى، فميليشيا الحوثي فعلت ذلك من قبل ولم تحصل على الشرعية المحلية أو الدولية. تأكيدات الحكومة على تصحيح انحراف الإمارات ودعوتها الانتقالي للتحول إلى حزب سياسي تزامنت مع تحشيد قبائل أبين رفضاً لانتهاك الإمارات وجرائم ميليشياتها، معلنة النفير العام دفاعاً عن الأرض والكرامة تحت راية الجمهورية والحكومة كما قال بيانها، وهو ما يضع الحكومة وفق مراقبين في موقف أقوى طالما ظلت صلبة أمام أي تنازلات أو ضغوطات.